نجاح الصين ان بتهتم بالصناعات التكميليه. يعني ايه الصناعات التكميليه؟ ان انا وانتي بنعمل مصنع صغير بنطلع ان شاء الله بلاستيكه، وابراهيم ومحمد وفلان بيعملوا مصنع يعمل مسمار، وفلان وفلان بيعمل مصنع، دي كلها صناعات تكميليه صغيره، وبيجي مصنع كبير بياخد منهم ويجمع. بتعمل منظومه جميله جدا، بتلاقي حجم عماله كتير وانتاجيه كبيره، وما بيعتمدش على الروبوت او الالكترونيك، كلها مانيوال. اما انت بتشيل شيء مانيوال بايدك وهو وفي تخصص، ومهمه جدا جدا التخصص. ما فيش المصري الفهلاوي بيقول لك انا بعمل كل حاجه، لا انا تخصصي ده بعمله على طول. اما التخصص يؤدي لكله في الوقت وجوده في العمل. اما انا ما واجهتش المشكله دي هناك، عشان ما انا كنت بشتغل في جزئيه في مصنع بيجمع من مصانع تانية، باخد من مصانع تكميليه.